قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ويا ريت ما تسمعش الاجزاء القديمه من المسلسل يروح يسمعهم من القناه، ولينك كل الاجزاء القديمه هتلاقيهم موجودين في اول تعليق وكمان في الوصف اللي موجود تحت الفيديو ده. وصدقني بقولها لك، لو ما سمعتش الاجزاء القديمه مش تفهم حاجه من اللي هنتكلم عنها النهارده. طبعا احنا اخر حاجه شفناها في الملخص اللي فات وهو كان جيم واللي بيفضل يحفر في المزرعه التالفه، وفعلا بينزل جوه الحفره دي وبيلاقي الاعشاب المتسلقه. بنبدا بقى الجزء الجديد من نقطه نهايه الجزء اللي فات، وبنشوف جيم وهو لسه بيفضل يمشي في الانفاق دي وبيشوف الجذور اللزجه اللي موجوده في كل مكان حواليه، لكن بدون مقدمات بيفضل يسمع اصوات حواليه من كل مكان، وكمان بيلاقي حاجات غريبه بتتبخ عليه من الجذور دي فبيتعب جدا بسببها وبيغمى عليه. وكمان بنشوف ان الجذور اتمدت وقفلت الفتحه اللي كان جيم اصلا نازل منها ومش عارفين ايه اللي هيحصل له. لكن نسيب جيم شويه ونروح لبيت ويل، واللي بنشوف فيه ام ويل وهي بتحاول تجمع الصور اللي رسمها ابنها للوحش يمكن تعرف توصل لحاجه، وفي نفس الوقت بتكون بتحاول تتواصل مع جيم لكن طبعا مش بيرد عليها مهما هو عليه. في الوقت ده بقى بنشوف ويل وهو قاعد مع مايك وبيقول له ويل انه حاسس انه بيحس بكل حاجه بيحس بيها الوحش ده، وبيقدر يشوف من خلاله كمان كل حاجه الوحش بيشوفها بنفسه، وبيكون ويل خايف جدا لحسن الوحش ده يأذيه، لكن مايك بيحاول يطمنه وبيقول له اكيد هنلاقي حل. لكن المهم اننا بنعرف ان ويل بيقدر يحس ويشوف اي حاجه يحس او يشوفها الوحش، وخليك فاكر الحته دي كويس جدا عشان هنحتاجها قدام. اما نانسي وجونسان فحاليا هما قاعدين في فندق بعيد عن المدينه لحد ما يعرفوا يتصرفوا ازاي، فبيروحوا بعد كده الاثنين سوا عشان يقابلوا المحقق موراي. فقال لهم موراي انه درس القضيه بتاعت بارب كويس جدا، ناقصه بس حاجات بسيطه وهيعرف ايه اللي حصل لها او هي فين على الاقل. لكن نانسي لما بتبص على التحقيق بتاعه بتقول له ان في حاجات كتير مش مظبوطه، زي مثلا الجدول الزمني للاحداث مش مترتبه، وكمان انه فاكر ان ار روسيه وهي مش روسيه ولكنها كانت ضحيه المختبر. وهنا بيبدا موراي يركز مع كلامهم لانه بيحس انهم فعلا عارفين شويه حاجات هو ما يعرفهاش، وفعلا بيسمعهم وبيبداوا يسمعوا التسجيل بتاع الدكتور بتاع المختبر، فبيعرف كل حاجه منهم وبيعرفهم انه هيساعدهم وهيحققوا في القضيه من تاني. بس الموضوع محتاج شويه صبر عشان ما يقدرش المختبر المره دي يفلت منهم، وعلى الاقل يكون معاهم كل الادله اللي تودي المختبر ده في داهيه. بعد كده بيبداوا يحطوا كل ده في تقارير وبيبعتوه لكل المجلات عشان يفضحوا المختبر ده والقضيه تتفتح من تاني، وطبعا مش بينسوا يحطوا التسجيلات اللي معاهم، وبتكون دي اول خطوه في فتح القضيه من جديد. تعال بقى ايه نقف هنا سيكه كده نبص بس على داستن ودارت، ولو تفتكر كانت اخر مره شفنا فيها دارت كان لما اكل القط بتاع داستن. هنا بقى ادرك داستن انه متوحش ولازم يتصرف معاه، عشان كده كذب على امه ولقوا ان القط بتاعه في مكان بعيد، وفعلا خرجت امه تدور عليه. فعلى طول بدا داستن يلبس لبس يحمي وعمل كمين لدارت بانه حط له اكل عشان يقدر يستدرجه بره البيت، وفعلا نجح انه يخرجه بره، وفي الوقت المناسب هاجم عليه وحبسه عشان يشوف هيعمل ايه معاه. لكن وسط ده كله اكيد عاوز تعرف ايه اللي حصل لقال. احب اقول لك ان قال راحت لعنوان امها تيري واللي اخدته من الملفات اللي لقيتها، ولكن يا فرحه ما تمت، هي لقيت امها عايشه الحمد لله مش ميته، ولكن طبعا لقيت ان امها شبه مش بتتكلم ولا بتدي اي رده فعل لما بتقول لها قال انها بنتها جين، وبالتالي بتزعل جدا جدا عليها، وبتتكلم مع اخت تيري او خالتها بمعنى اصح، فبتفضل خالتها تسالها، لكن قال مش بتهتم وبتسالها بس هل حاله امها هتتحسن ولا لا، فبتصدمها لما بتعرفها ان الدكاتره قالوا انها مش هتتحسن. فبتقرر قال انها تعيش معاهم، لكن وهي بتلف في البيت بتحصل حاجه غريبه جدا، بتبدا الانوار تفتح وتقفل، وبتكون خالتها فاكره ان ده بسبب مشكله في الكهرباء، لكن قال بتفهم ان دي امها اللي بتعمل كده، فبتقرب منها وبتلاقيها بتنزل دم من مناخيرها، وبنعرف هنا ان امها عندها نفس القدرات بتاعت قال، فبتقدر قال تفهم ان كده امها بتحاول تتكلم معاها، وفعلا بتبدا تتواصل معاها بطريقتها، فبتعرف كل حاجه حصلت، وهي ان امها تيري لما جت تولدها كان الدكتور اللي بيولدها هو دكتور بيرنر، وكذب عليها وقال لها ان البنت نزلت ميته، لكن طبعا هي ما صدقتش الكلام ده واخدت مسدس وراحت عشان تجيب بنتها من المختبر، وفعلا شافتها هناك. بس قبل ما تعمل اي حاجه بيوصلوا رجاله بيرنر وبياخدوا تيري وبيدوها كهرباء بفولت عالي جدا كنوع من التعذيب، ومن ساعتها فقدت القدره على الكلام وبقت حالتها زي ما انت شايف كده، وهم خدوها عشان يعملوا عليها اختبارتهم. وبس يا سيدي هي دي الحكايه. تاني يوم بقى بيصحى ويل من النوم مخضوض جدا، وبنعرف انه صحي كده لانه شاف جيم واللي حصل له، ما انا قلت لك هو بيقدر يشوف اي حاجه بيشوفها الوحش. المهم على طول بيروح يبلغ امه وبيعرفها ان جيم في خطر واحتمال يموت، وفي نفس الوقت ده بنشوف جيم واللي اخيرا فاق، واول ما فاق لبس على وشه ماسك عشان ما يتاذيش تاني من الحاجات اللي بتتبخ في وشه دي. بعد كده بيكمل مشي لحد ما بيوصل لمكان فيه النفق مقسوم لناحيتين، فبيختار ناحيه وبيكمل ماشي فيها، لكنه بيكون ذكي وبيبدا يعلم بالسجاير المكان اللي مشى منه عشان يقدر يرجع له تاني وما يتوهش لو حب انه يرجع.
وقبل ما اقول لك جيم عمل ايه، احب اقول لك برضو ان باب خطيب ام ويل بيوصل عندهم في البيت وبيساعدهم في فك شفرات الرسمه دي، وبيقدر يساعدهم في تحديد مكان جيم. لكن المشكله انه بيكتشف ان الرسمه دي خريطه للمدينه كلها، بمعنى تاني ان النكته دي ممتده في المدينه كلها. وعلى فكره جيم في الوقت ده لسه بيدور على طريقه يخرج بيها من المكان ده، وبالصدفه بيلاقي ان النبته دي او الوحش بمعنى اصح بيخاف من النار، فبيستخدمها عشان يقدر يفتح مكان خروجه ويهرب. لكن بيفضل يحاول بس بيفشل، فبيتعب ويقعد على جنب عشان يرتاح شويه. لكن الوحش مش بيتعب، بل بيمسك جيم وبيقدر يسيطر عليه، فبيفضل جيم يحاول يبعده عنه لكنه بيفشل وبيفضل يصرخه بس. بعد كده بتوصل ام ويلو ويلو ومايك وبوب لعند مكان جيم، وبينزلوا ام ويلو وبوب عشان ينقذوا جيم، وفعلا بيقدروا يوصلوا له وينقذوه على اخر لحظه. وفي نفس اللحظة بيوصلوا ناس من المختبر عشان يحرقوا الأعشاب دي أو الوحش بمعنى أصح. بس هنا بتحصل حاجة غريبة، وهي إن كل ما الوحش يتحرق أو يتأذي ويل بيتعب جدا، عشان كده فضل ويل يتشنج ومحدش فاهم إيه اللي حصل له. وفعلا بسرعة بيروحوا بويل على مستشفى، بس الغريبة إن ويل بيكون حاسس إنه بيتحرق. ما أنا قلت لك بيحس بنفس اللي الوحش بيحس بيه، بس مش دي أغرب حاجة، بل الغريبة فعلا هو إن جسمه بيكون سليم جدا ومفيش أي آثار لجروح أو حرق عليه، وده اللي بيخلي الدكاترة هيتجننوا. وفي نفس الوقت ده بيكونوا في ناس في بيت ويلو وبيفضلوا يصوروا كل الرسومات اللي هناك، وهنعرف مين دول قدام. اما في المستشفى او المختبر، اما هو ويل بيتعالج حاليا في المختبر بالمناسبه، يعني لانهم فاهمين التعامل مع حالته اكتر بكتير من المستشفى. المهم بيدوا ويل حقنه مهدئه وبينام. وفي الوقت ده بتتكلم معاهم ام ويل وانها لازم تنقلهم المستشفى العاديه، لكنهم بيرفضوا طبعا، فبتتعصب عليهم جدا وبتفضل تقول لهم انهم حتى مش عارفين عنده ايه فهيعالجوه ازاي. لكن في المجمل يعني هم بيرفضوا برضه، فبتفهم ام ويل انهم مصرين يكون ويل تحت عينيهم لسبب معين. بس تعالى نسيب ويل شويه ونشوف داستر عمل ايه مع دارت. عموما داستر كان بيحاول يوصل لاصحابه عشان يساعدوه في قتل دارت، لكن معرفش يوصل لحد فيهم، فلجا لستيف وخده معاه وراحوا على المكان اللي فيه دارت. وهناك لقيوا حاجه غريبه جدا جدا، لانهم لما نزلوا للقبو عشان يقتلوا دارت اكتشفوا انه حفر في الحيطه وهرب. بس الفكره بقى هرب على فين؟ ايوه بالظبط، هرب على نفس المكان اللي كان فيه جيم واللي بيشوفه، لانه المفروض مكان الوحش، وهنا بنعرف انه امتد وبقى في كل مكان في المدينه كلها. تاني يوم بقى بتحصل حاجه لا على البال ولا على الخاطر، لان ويل بيصحى من النوم، فبتروح لامه ومعاها بابا عشان يطمنوا عليه، لكنه مش بيكون عارف بوب اصلا، وده طبعا حاجه غريبه لانه عارفه كويس، عشان كده بيجي الدكتور وبيبدا يكشف عليه. فبنفهم هنا ان ويل فاكر ناس وناس، يعني مثلا فاكر امه ومايك، وفي المقابل ناس جيم وبوب والدكتور وهكذا. لكن تعرف مش دي الحاجه الغريبه، بل الغريب فعلا هنا ان في ناس بيتابعوا كل الجلسه دي عن طريق الكاميرات. مين الناس دول بقى؟ ايوه بالظبط زي ما جه في بالك كده دلوقتي، نفس الناس اللي كانوا بيصوروا الرسومات في بيت ويل. المهم بنرجع لويل تاني، واللي بيساله جيم فاكر حاجه من امبارح؟ انت ساعدت في انقاذي. فبيقول له ويل انه مش فاكر غير ان الجنود اذوني، وهنا بيفهم الدكتور اللي حصل بالظبط، عشان كده بيجيب جزء من جسم الوحش او النبته وبيحرقها، وهنا بيبدا يتعب ويل تاني. فبيقول لجيم وام ويل ان دي حاجه زي فيروس من لما كان في الابسايد داون، وهو ارتبط بجسمه وخلاه ينتشر جواه وبقى جزء منه، لكن بيطمنهم وبيعرفهم انه احتمال يكون في حل ويقدر يقتل الفيروس ده قريب جدا. بس فجأة بيبدأ ويل يحس انه عارف هيقتل الوحش ده ازاي، عشان كده بيجمعوا له كل الصور اللي تخص الوحش ده، لحد ما بيوصل عنده صورة معينة وبيعرفهم ان المكان ده الوحش مش عايزه يشوفه، وهو فعلا مش بيقدر يشوف احلامه او تخيلاته اللي بتجيله كلها، وبيكون حاس ان المكان اللي هو فيه ده هيقدروا منه يقضوا على الوحش، عشان كده بيبدأوا يجهزوا نفسهم عشان يروحوا على هناك. بس انا اقول لك عملوا ايه، تعال نشوف جونسان ونانسي واللي بيوصلوا البيت بعد ما خلصوا شغلهم مع موري. وهناك بيلاقي جونسان شرايط تصوير، فبيعرف ان في حد كان في البيت لان الشرايط دي مش بتاعته، فبيبداوا كلهم يقلقوا شويه. وفي نفس الوقت ده اخيرا بيتواصل لوكاس مع داستن، فبيعرفوا داستن ان دارت غالبا دي مجرد صغير، وبيعرفهم كمان ان هو وستيف بيحاولوا حاليا يمسكوه، وفعلا بيروح لهم لوكاس على طول. لكن قبل ما يروح لهم بيستغل لوكاس الموقف وبيروح لماكس عشان ياخدها معاه ويعرفها انها بقت واحده من فريقهم خلاص، وفعلا بياخدها وبيروح على هناك. وهناك بيقابلوا ستيف وداستن واللي كانوا ماشيين بيحطوا اكل في كل حته عشان يستدرجوا دارت لمكانهم ويقتلوه. وفعلا وصل دارت واللي حجمه كبير جدا وبقى دي مجرجن، فنزل ستيف من العربيه عشان يحاول يقتله، بس المفاجاه هي انه ما كانش دارت بس ولكن كذا ديما جورجن. فبيفضل ستيف يحاول يضربهم لحد ما بيقدر يهرب بينهم ويرجع العربيه من تاني، لكن الغريبه ان الوحوش بتسيبهم وبتمشي، فبيشك ستيف انهم رايحين مكان تاني، وفعلا شكه بيطلع في محله لانهم بيكونوا راحوا لنفس المكان اللي فيه جنود المختبر، وهناك بيكون فيه عدد كبير من الديما جورجن، وبدون مقدمات بيهجموا على جنود المختبر، والحمد لله الله يرحمهم. وهنا بنرجع لويل واللي بيقول لامه انه ما قدرش يمنعه وان الوحش هو اللي اجبره يبعتهم على هناك، يعني بمعنى اصح ويل بالغلط الوحش قدر يستغله وعرف مكانهم وبعت الوحوش دي على هناك.
وهنا بيتأكد مايك ان كلام ويل كان صح وممكن يكون الوحش بيتجسس عليه ويعرف هو بيعمل ايه زي ما بيعمل ويل معه. فبيكمل ويل كلامه مع امه وبيطلب منها تمشي من المختبر بسرعة لان الوحوش دي جاية على هنا عشان يقتلوا كل اللي فيها. وفعلا ويل كلامه صح لان جيم كان قاعد حاليا في غرفة المراقبة وفجأة بيلاقي ان الاجهزة التقطت حركة غريبة من كل مكان، وطبعا مش محتاج اقولك انها الوحوش. وفعلا بنشوف وحش كبير جدا بيبدأ يطلع عشان يوصل للمختبر. بس قبل ما اقولك الوحوش دول عملوا ايه في المختبر، في حاجة مهمة كانت بتحصل في نفس الوقت ده بالظبط، وهي ان آل وهي بتتواصل مع امها عن طريق احلامها كانت بتشوف في الاوضة اللي هي فيها طفلة تانية معاها بس اكبر منها بشوية. المهم ان المشهد ده كان عمال يتعاد، وهنا حست آل ان امها كانت عايزة تقول لها حاجة على البنت دي، وفعلا فهمت آل الرسالة وبدأت تدور في ملفات واوراق امها، فلقيت خبر قديم عن بنت مفقودة وكان في صورة في الخبر لنفس البنت. بدأت آل تدور عليها بطريقتها لحد ما وصلت لمكانها وراحت عشان تبلغ خالتها، بس اكتشفت ان خالتها بتبلغ حد في التليفون عن وجود آل عندهم، فبدأت على طول آل تهرب وراحت على المكان اللي شافت فيه البنت، ألا وهي كالي البنت اللي شفناها في اول الفيديو اللي فات لو تفتكروا. بس الفكرة هنا ان آل بتعرف ان كالي المفروض اختها وكانت مخطوفة قبلها بشوية، فبيفرحوا انهم لقيوا بعض وبيفضلوا يحضنوا ببعض وبيقرروا فعلا يقعدوا مع بعض. بعد كده بتبدأ كالي تتكلم مع آل وتعرفها ان موهبتها او قوتها الخارقة مختلف عنها شوية، وهي انها بتقدر توهم الناس بوجود حاجة مش حقيقية زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، لكن طبعا مش بتقدر تتنقل في الاماكن او في الاحلام بعقلها زي ما بتعمل آل. وهنا بنعرف رغبات كالي، وهي ان كالي عايزة تستخدم قوة آل عشان توصل لكل الناس اللي اذوها طول عمرها هي والعصابة بتاعتها عشان تخلص عليهم. وكالي معها عصابة وده ذكرته في بداية الفيديو اللي فات. بس الغريب هنا ان آل بتقرر تساعدها وكمان بتبدأ كالي تدربها عشان تحسن من قدراتها، وبتبدأ آل تنضم لهم وبيغيروا شكلها خالص ورسميا بتبقى واحدة من العصابة، وبيروحوا سوا لأول مهمة وهو الشخص قدروا يوصلوا له واللي اسمه ري، وده بالمناسبة واحد من اللي كانوا شغالين في المختبر زمان وأذاهم وأذى أمهم تري. وفعلا بيوصلوا ري، وهنا بتبدأ آل تستخدم قدرتها وبتفضل تعذبه قبل ما تقتله، لكنها قبل ما تخلص عليه بنشوف صور لبناته الأطفال فبتقرر تسيبه. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة فبيضطروا يهربوا قبل ما يتقبض عليهم ويرجعوا على المكان اللي كانوا مستخبيين فيه على طول. وهناك لما بتتكلم كالي مع آل بتحس آل ان ده مش مكانها خالص واللي بتعمله ده غلط، وبتفضل تفتكر مايك وجيم وبتحاول تتواصل معهم، فبتعرف ان هم في خطر. وفي نفس الوقت ده بتوصل الشرطة للمكان اللي هم فيه وبتفضل كالي توهمهم لحد ما بيقدروا يهربوا كلهم، لكن آل مش بتقدر تهرب معاهم وبتودع كالي عشان ترجع لمايك وجيم وتنقذهم. اما بقى في المختبر فديما جوجي بيبداوا ان هم يهاجموا المختبر بكل اللي فيه باعداد ضخمه جدا جدا، وجيم والدكتور فضلوا يهربوا لحد ما بيوصلوا لام ويل وويل ومايك وبوب. وهناك بيقول لهم مايك انهم لازم يخدروا ويل لانه ما دام صاحي الوحوش هتعرف مكانه، وفعلا بيخدروا ويل وبيبداوا يهربوا لحد ما بينزلوا في اوضه الكاميرات، وهناك بيلاقوا ديما جورجين قتلت كل في المختبر، فبقت المجموعه دي كلها محبوسه لان بمجرد قطع الكهرباء في المختبر بتقفل كل البوابات، ويكون لازم حد بيفهم في البرمجه عشان يفتحها. عشان كده بيتطوع بوب للمهمه دي لانه بيفهم في البرمجه وبينزل عشان يفتح الابواب، وبيطلب من جيم انهم بمجرد ما يفتحوا الابواب يهربوا كلهم وما يستنوش عشان لو حد هيموت يبقى واحد بس مش كلهم، وبيسيبهم ويمشي عشان يفتح البوابات. وفي نفس الوقت ده بيكونوا نانسي وجوناثان وصلوا المختبر عشان يشوفوا ويلو ومايك والباقي انهم مش لاقيينهم من وقت ما رجعوا من عند موري. وفي نفس اللحظه بيقابلوا كمان داستن ولوكس وماكس وستيف واللي كانوا جايين برضه للمختبر، لانهم اكتشفوا ان ديما جورجين وصلت لهناك وكانوا فاكرين ان الوحوش اللي قابلوها بس هي الموجوده، فكانوا جايين عشان يقتلوه، فقرروا يدوروا عليهم سوا، بس طبعا مش بيعرفوا يدخلوا لان البوابات كانت كلها مقفوله. بس بعد شويه بيقدر بوب يرجع الطاقه في المكان كله، لكن طبعا لازم يحل مشكله برمجيه اللي حصلت عشان يفتح الابواب، وفعلا بيبدا يقعد على الكمبيوتر ويحل المشكله وفعلا بينجح. بتفتح الابواب وبيقدروا كلهم يهربوا ما عدا بوب، واللي في اخر لحظه قبل ما يهرب بيهجم عليه واحد من الديما جورجين وبيقتله. وبتكون في الوقت ده ام ويل هتتجنن ومنهاره جدا عشان اللي حصل ده، لكن جيم بيجي على طول وبياخدها قبل ما الوحوش تركز معهم، وبيمشوا وبيوصل جوناثان وبيركبوا كلهم مع العربيه وبيهربوا من المختبر، واللي ما بقاش فيه غير جثث وبس وديما جورجين والدكتور كمان لانه ما رضيش يمشي من المختبر. بيرجعوا الكل على بيت ويل والاحباط مسيطر عليهم، على داستن هو اللي بيكون لسه بيفكر وبيقول لهم انهم لازم يقضوا على الوحش الكبير اللي هو الجزء منه، لانهم لو قضوا عليه هيكونوا خلصوا على قائد ديما جورجين وهيخلصوا من كل ده. وفعلا الكل بيقتنع بفكرته، بس بتكون في مشكله تانية وهي ان ويل يعتبر جاسوس للوحش وهيعرفه مكانه. طيب لو ويل نفسه ما يعرفش المكان فالوحش مش هيعرف حسبه بسيطه، عشان كده بيبداوا يغيروا ديكور مخزن البيت عشان ويل ما يعرفوش. بعد كده بياخدوا ويل وبيكتفوه،
وبعد شوية لما بيفوق بيبدأوا ان هم يستجوبوا عشان يعرفوا منه فين نوع الضعف الوحش ويقضوا عليه، لكن الخطة مش بتكون ماشية كويس لان الوحش بيكون مسيطر على ويل وبيفضل يتكلم معهم بعدوانية، لكنه بتبدأ تتكلم معه بهدوء فبيرجع ويل لطبيعته، لكنه برضو مش بيقول لهم حاجة وبيبدأ يكلمهم بشفرة مورس عن طريق خبطة بصوابه على الكرسي، فبيفهم جيم انه بيقول لهم ايه في البوابة. بس قبل ما نعرف بوابة ايه بيرن التليفون وبكده كل اللي عمله باظ، لان ويل هيعرف رن تليفونهم وبالتالي هيعرف الوحش انهم هنا، فعلى طول بيخدر ويل، لكن للاسف بيكون في ديمو جورجن وصل لهم فبيبداوا يستخبوا ويمسكوا اسلحتهم عشان يواجهوه، اللي ماسك مضرب واللي ماسك بندقية واللي ماسك نبلة، لوكاس كان ماسك نبلة للوحش تقريبا هيموته من الضحك. انا اضحك اضحك عامة بيفضلوا مستنين كلهم وبيلاقوا ديمو جورجن اترمى في البيت عندهم، بس بيكون جثة. مين بقى اللي قتله؟ ايوه زي ما انت فكرت كده، قال هي اللي قتلته واللي وصلت بالمناسبه عشان تنضم للفريق وتساعدهم اخيرا. ومع وصول قال بتعرفهم ان ويل قصده على البوابه بتاعه الابسايد داون، لكن في مشكله وهي انهم حتى لو غفلوا البوابه فالوحش جزء من ويل وهو على الارض، عشان كده بيقسموا نفسهم فريق في نانسي وجوناثان وام ويل، وبياخدوا معاهم ويل كمان عشان يحاولوا يخرجوا الوحش منه ويقتلوه، والفريق التاني في آل وجيم وبيروحوا للبوابة عشان يقفلوها. لكن في بيت ويل نفسه بيكون ستيف موجود ومع لوكاس ومايك وداستن وماكس، ففي الوقت ده بيوصل بيلي لبيت ويل عشان يدور على اخته ماكس، لكن ستيف بيخرج وبيقوله انها مش هنا، بس بيلي بيشوفها وبيبدأ يضرب ستيف، بعد كده بيدخل البيت وبيضرب لوكاس، لكن ستيف بيقوم بعد ما ضرب وبيرجع وبيفضل يضرب في بيلي، واللي بدوره بيرد له ضرباته ومحدش بيكون عارف يوقفه، لحد ما ماكس بتاخد حقنه مخدره وبتحقن بيها بيلي وبيسيبوه لوحده في البيت، وبيروح على النفق اللي بيروح عليه الوحش عشان يحاولوا يقتلوا شويه منهم او على الاقل يبعدوهم عن مكان الف المختبر، لان الانفاق دي وصل للمختبر. وعلى الناحيه الثانيه عند ويل بيبداوا يوجهوا عليه اي حاجه تجيب حر، لانهم محتاجين يعرضوا جسم الوحش لحاجه عكس طبيعته عشان يخرج ويقتلوه، لانه بيحب البرد جدا. وفعلا بتبدا خطتهم تنفع وبيبدا ويل يتشنج وبيفك ايده وبيحاول يقتل امه، لكن نانسي بتجيب سيخ سخن وبتحرقه بيه فبيسيبها. ومع كل ده اخيرا بيخرج الوحش من جسمه في هيئه دخان اسود وبيهرب من البيت كله، وبيرجع ويل الحمد لله لطبيعته. اما ستيف وباقي الشله فبيوصلوا عند مركز الوحوش في النفق وبيبداوا يولعوا فيه وبيهربوا من المكان. وعند آل وجيم في المختبر فبيوصلوا هم كمان للبوابه وبيكلمهم جوناثان وبيعرفوا ان الوحش خلاص خرج من جسم ويل، وده وقت قفل البوابه. وفعلا بتبدا آل تحاول تقفل البوابه وبيكون الوحش قوي جدا وبيحاول يهاجمها، وكمان ديما جورجن في كل حته بيحاولوا يهاجموها، لكن جيم بيفضل يصطادهم لغايه ما اخيرا الحمد لله بتقدر آل تقفل البوابه. بعد كده بنشوف ديما جورجن وهم ميتين في كل مكان، والاوضاع بتبدا تستقر اخيرا. وبس يا سيدي بيعدي شهر بقى بعد كل ده، وبنشوف ان المختبر اتقفل وتحول لمنطقه محصوره، وكمان بتكون قضيه موري هي اللي فضحت كل حاجه وساعدت في نشر حقيقه المختبر، وكمان بنشوف جنازة بارب واللي اهلها اخيرا عرفوا انها ماتت واكيد كانوا زعلانين. اما على الناحية التانية بنشوف جيم وهو رايح مطعم وبيقابل الدكتور واللي كان ساعده جيم، لانه اول ما دخل المختبر مع آل ليه هناك ومصاب فعالجه، وعشان يردله الجميلة اداله وثيقة بتثبت ان جايين او اللي هي آل تبقى بنته عشان يقدر يربيها بهدوء وبعيد عن كل مشاكل الحكومة وكأنها بنته عادي، وبيعرفوا الدكتور انه المفروض يخبيها مدة برضو عشان ما يبقاش في خطر عليها، لكن جيم مش بيسمع كلامه وبياخدها حفلة الشتاء بتاعت المدرسة عشان تكون مع مايك والباقي ويلعبوا مع بعض. وفعلا بيكون الكل في الحفلة، مايك وويل ولوكاس واللي بيعترف بحبه لماكس، والحياة بتكون هادية وزي الفل، بس واضح انها المدة قصيرة جدا، لأننا في النهاية بنشوف ان الابسايد داون لسه مازالت موجودة وفي حاجة بتحصل جواه ومنعرفش ايه اللي بيحصل. ولو عايز تعرف استنى ملخص الموسم الجاي. وبس كده سلام.